حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة. تعد الإمارات نموذجاً ملهماً في العمل البيئي الوطني الطموح، وطرفاً رئيساً في مجال دعم البيئة في العالم ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجهه. وبما أننا في عام الاستدامة للعام الثاني، بغينا نتوقف عن جهود هذه المبادرة والحملة التي نجحت منذ انطلاقتها في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات مع ضيفنا عيسى السبوسي، مدير عام الاستدامة. مرحبا بك أخوي عيسى. مرحبا جي، مشكورين على الاستضافة. حياك الله أخوي عيسى. في البداية لو تعطينا لمحة عن دور مبادرة عام الاستدامة في تعزيز التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزهر. أكيد نحن في طبعا مثل ما تعرفون بدينا عام الاستدامة في العام الماضي 2023، كانت تحت شعار اليوم للغد، وكان الهدف منها أن نحن نعزز هذا العمل الجماعي بين كل من يعتبر الإمارات وطن له ويبدون سلوك مستدام في حياتهم اليومية. طبعا كان هذا الموضوع تماشيا مع عدد من المبادرات، كان عندنا كوب 28 مؤتمر الأطراف اللي صار في دبي، وأيضا حتى في عيد الاتحاد 52 في العرض نفسه كان عن موضوع الاستدامة، وأيضا في كوب 28 كان عندنا منصة اسمها بيت الاستدامة اللي كانت في جناح الإمارات، وعرفنا من خلالها الجمهور على خطوات الإمارات نحو الحياد المناخي. هذا كان في 2023. انتقلنا ل 2024 تحت شعار قول وفعل، وهدفنا مثل ما هو واضح في الشعار ان نركز على الافعال هاي المستدامه في حياتنا اليوميه، وشو الناس يقدرون يسوون عشان يبادرون بهذا الشيء. قول وفعل احس انها هي مبادره الانطلاق الحفاظ على تراثنا، يمكن على موروثنا الثقافي، مثل ما كنا نتكلم قبل شوي ويا سعد الضرار بالهول. اكيد في سلوكيات نحتاج ان نحن كما يقولون تكرار يعلم الشطار. صحيح. في سلوكيات نحتاج نحن نمارسها ونعززها ونستمر عشان توثق قيمه او هدف او سلوك موجود فينا ومتاصل فينا، وبالذات المرتبط بتراثنا. فشوي السلوكيات نقدر نقول مرتبطه بعدد عام الاستدامه تبون تثبتونها وترسخونها. اكيد نحن من الاشياء اللي حبينا نوضحها في البدايه ان مفهوم الاستدامه مو بشيء جديد علينا نحن. صح. اجدادنا وابائنا كانوا يمارسونه، لونهم ما كانوا يسمونه استدامة، كانوا يسمونه أسلوب حياة. صحيح. كانوا يعرفونه بالفطرة. كان يعني في العديد من الأمثلة اللي نستذكرها، منها عندنا الحريم الأول كانوا يستخدمون أعواد الأسكريم، يوم يخلص الأسكريم كانوا يستخدمونه حق البراقة. أيضا بعد عدد من السلوكيات المجتمعية المستدامة اللي هي يسمونها النايبة، يوم ييهم في فريج أو في قرية مكان معين ييهم الضيف يستضيفون 3 أيام، وكانوا يتبادلون الغداء والعشاء عند منهم في أي بيت. فهذا عدد هاي أمثلة يعني من الماضي، وتذكير أن هالشيء مش جديد علينا. بخصوص السلوكيات اللي نحن نقدمها، مثل ما ذكرنا في العام الماضي كان عندنا 3 مراحل اللي ركزنا فيها العام عليه. كانت المرحلة الأولى عن الاستهلاك المسؤول، المرحلة الثانية كانت عن الحفاظ على البيئة، والمرحلة الثالثة اللي كانت بالتزامن مع كوب 28 كانت طبعاً عن العمل المناخي. في هذا العام مع الشعار قول وفعل قررنا أن نركز على أشياء سلوكيات معينة، منها الحفاظ على المياه والطاقة، منها الزراعة بوعي. طبعاً الحين الزراعة عندنا في الإمارات لازم نكون نركز فيها طريقة تناسب بيئتنا. صحيح. وأيضا استخدام وسائل النقل صديقة للبيئة، مثل الحافلات أو المترو، وحتى يعني الوسائل، يعني إذا مثلا بنظهر مع عائلتنا كنا نسير في سيارة واحدة ما نسير في سيارتين. فهذا بالإضافة إلى الاستهلاك المسؤول أيضا. إذا الحين مثلا شخص مثلا يسمعنا ويبى يكون يبى يشارك في هاي المبادرة أو يكون عنصر فعال في هاي المبادرة، شو اللي يسوي؟ في عنا العديد من الأشياء اللي ممكن الواحد إنه يسويها. فيها أشياء بسيطة من المبادرات اللي أطلقناها اللي هي مجتمع أبطال الاستدامة. الجمهور ممكن إنه يروح موقعنا uae.eurov.ae
بحصل الرابط أنه يسجل في هذه المنصة اللي هي مخصصة للي عندهم شغف كبير في الاستدامة ويبغون يبادرون بالمشاركة في مبادراتنا الأخرى. والشيء الشيء البسيط أنه نحن نقدر نساهم في هذا الموضوع في حياتنا اليومية. هي سلوكيات وايد بسيطة. مثل ما ذكرت عن سالفة أن الزيارات أن نطلع بسيارة وحدة، نقلل الماي والكهرباء، الهدر من هذا النوع يعني، وحتى زراعة في البيت، حتى لو عندنا بلكونة صغيرة نشوف شو النباتات اللي ممكن تفيدنا، ممكن نستفيد منها في الطبخ على سبيل المثال. فاستهلاكنا أيضا في الأشياء اللي نشتريها، نشتري من ماركات محلية على سبيل المثال اللي ما يحتاجنا نوصلها من بلدان خارج الإمارات. هالأشياء نبدأ نطبقها لو حب حبة شوي شوي عشان نرد الجميل لدولتنا ونحافظ على بيئتنا الجميلة. عارف من الأشياء الثانية اللي يكون فيها هدر والناس ما تنتبه لها، نظام الري في البيت. أنت شو تعتمد؟ هل مسوي نظام ري يعني مناسب إنه يتقن من خلال الماي، ولا عندك الزراع بالهوز الماي ويرش؟ وبعد الناس اللي غسلين بيوتهم في السيارهم في البيوت نفس الشيء، الزراع ميود الهوز ويغسل السيارة. صحيح. تشوف كمية هدر كبيرة في الشارع يعني، يوم تخطف تقول حرام يعني كمية الهدر هاي اللي موجودة، أو ما في ثقافة عند الناس إن لا تهدر هذا الماي. يعني أنت يعني أنت صحيح. محاسب على هذا الماي، والماي بأي يوم بينضب إذا ما قننا استخدامه بالطريقة الصحيحة. وإذا نحن بعد يعني يوم أنا ولدي يتيدد أقول له أسمع صوت الماي، أقول له شوية هذا في الماي. هاي يعني الملاحظات تأثر. يوم أنت تخبر عيالك، تخبر يارك، تخبرهم، بيكون في وعي جماعي عند الناس بأهمية فعلا الحفاظ على عناصر ومبادئ الاستدامة. هي مو بشيء معني فقط بالحكومة، لا، نحن كأشخاص أيضا يعني مسائلين ومحاسبين أن نحن يكون عندنا الاهتمام بالاستدامة. عندكم ما شاء الله وايد مبادرات تكلمت عنها أخوي عيسى، شو المبادرات الأخرى اللي في جعبتكم تخص الاستدامة؟ أكيد عندنا مثل ما ذكرنا عدد من المبادرات، ذكرت مجتمع أبطال الاستدامة. عندنا أيضا مبادرة جميلة بديناها من العام الماضي وكملناها في النسخة الثانية في هذا العام، في استدامة في المبادرة. نعم، استدامة في المبادرة. اللي هو مختبر المواد. سوينا برنامج نجمع فيه المصممين المحليين وعلماء المواد اللي قاعدين يشتغلون على مواد جديدة مستدامة. جمعناهم مع بعض عشان يبدون يطلعون منتجات مستدامة، وأيضا يلهمون غيرهم من المصممين وحتى الزباين أو الناس اللي بيشترون هالأشياء أن عندنا منتجات جميلة ومصممة لبيئتنا وبعد مستوحى من بيئتنا. يعني الماتيريالز اللي يستخدمونها تكون صديقة للبيئة وفيها عناصر استدامة، صح؟ صحيح، نعم. والمبادرة الثانية اللي هي وايد جميلة لازم أخبركم عنها، هي لعبة اسمها استدامة كرافت. نحن مسوين عالم كجزء من لعبة معروفة اسمها ماينكرافت، هي اللعبة الأولى عالميا. سوينا عالم خاص بدولة الإمارات مستوحى من بيئتنا، فيها جبال وفيها مستوحى من الساحل ومن الواحات إلى آخره. طبعا هي موجهة للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة. شو يسوون فيها؟ يروحون هالمناطق اللي تكلمت عنها مثل الجبال، وفي هالمناطق يكون عندهم شيء مثل هدف يسوونه، تحدي، لازم تحدي مستدام. على سبيل المثال في منطقة المدينة عندهم تحدي انهم يجمعون المخلفات وانت بكرامة ويوزعونها ويسوون لها ريسايكلينج او اعادة تدوير. فهاي من هاللعبة موجودة حاليا، اي حد يقدر يصير ينزلها يلعبها مع عياله. هي تطبيق يعني؟ تطبيق موجود، ها؟ هي نعم، هي تطبيق. شو اسم التطبيق؟ التطبيق اسمه ماينكرافت، والعالم اسمه استدامة كرافت. حلو، ممتاز. زين، كيف نحن نعمل على التحفيز ونغير من السلوك المستدام؟ التركيز أول شيء ذاتي. أول شيء أنت تقول أنا شو اللي أنا أقدر أسويه، شو اللي في إيدي، شو اللي مسؤوليتي أنا كفرد من أفراد هذا المجتمع الجميل. ومثل ما ذكرنا هي الأشياء خطوات بسيطة. نحن لو نفكر في كل خطوة في حياتنا اليومية شو الخيار المستدام أكثر، بنعرفه. هو شيء بسيط، دائما تقليل الاستهلاك هذا شيء كبير من الاستدامة. بس في نفس الوقت اللي حابين يتواصلون معنا على موقعنا الإلكتروني uaeurope.ae
وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتيك توك UAE Europe، بيحصلون هناك نقدم هالسلوكيات بطريقة مبسطة وسهلة الفهم وأيضا بشكل مناسب لبيئتنا المحلية. كنا وانت تتكلم أخي عيسى ذكرت كان عندي عتب على بعض المنافذ البيع يوم تم يعني إلغاء أو الأكياس البلاستيكية. هي كانت تبيع لك الكيس، أنزل إذا أنت تبيع لك الكيس نحن ما استفدنا شيء. هي الهدف أن أنت تمنع استخدام هاي الأكياس، مو بأنك أنت تبيعها. فإيجاد البدائل خير من أنا إذا أنا غرم الناس بيزات ويأخذون نفس الكيس اللي هو أصلاً يعني ما يتناسب مع الاستدامة في بيئتنا. أكيد صحيح، ونحن دورنا في هاي النقطة أن نعود عمارنا. أنا دوم بحط الكيس الغير بلاستيكي عندي في السيارة عشان يوم بسير الجمعية بستخدمها. صحيح أكيد هذا الشيء صار ثقافة أظن عند بعض الناس الأكياس في سيارتهم. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أخوي عيسى السبوسي مدير مبادرة عام الاستدامة، وإن شاء الله يكون في لقاءات أخرى عن الاستدامة ومستدامة ويانا. مشكورين وما قصرتوا على الاستضافة. قواكم الله، قواكم الله أخوي عيسى.